السلام عليكم، أنا رفعت الرحمن أحمد دفع الله. يوم 29/12/2014 شاركت في حدث لتدشين ودعم استقطاب دعم لأول مساحة عمل مشتركة في السودان، محور الخرطوم للابتكار، خرطوم إنوفيشن هاب، وجمعنا عدد من القروش. هي البداية المفروض إنها يبدأ بها موضوع محور خرطوم الابتكار. المفروض إنه الدعم المطلوب هو 10,000 دولار، ما يعادل 88 مليون أو 88 ألف جنيه سوداني. المبلغ ده كبير، لكن طريقة جمعه المفروض إنها من كل الشعب السوداني، من كل الناس، من كل الناس الممكن يستفيدوا من محور خرطوم للابتكار، اللي هم منه؟ أخوي، أختك، خالتك، بنت خالتك، جيوش العطالة الموجودة في السودان. الناس ديل محتاجين لمساحة عمل مشتركة عشان تروج للإبداع والابتكار ولخلق فرص عمل للشباب ومنتجات جديدة وريادة أعمال وانفتاح وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها بالضبط. الآن في حملة بتاعة استقطاب دعم موجودة على موقع زمل. الحملة دي هتلقوا العنوان بتاع الرابط بتاعها في الشرح بتاع الفيديو ده على اليوتيوب. أتمنى إنه كل زول يا أخواننا وكل زولة موجود خارج السودان تحديداً عنده بطاقة ائتمان كريدت كارد يدفع أي حاجة، أي قرش بيساهم، دولار، دولارين، ريال، ريالين، درهم، درهمين إلى آخره. الكلام ده يا أخواننا لأنه الفترة بتاعت الدعم محدودة، ما نفشي نفسنا يا أخواننا. المساحة دي محتاج لها، قد تكون مساحة بنتي، ولدك، بنت أختك، بنت خالتك. خلونا نعمل يا أخوان عشان بلدنا. شكراً.